ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا شريف خرشد، الرئيس التنفيذي لأوكتال للاستشارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شريف، وطبعا نتحدث دائما عن ضخامة حزمة التحفيز التي قدمتها إدارة بايدن. برأيك هل تكفي لإنعاش الاقتصاد الأمريكي ومساعدة الناس؟ اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين جميعا. بالنسبه لحضرتك للحسبه التحفيزيه الثالثه، لو جينا نظرنا ليها منذ بدايه ازمه كورونا هنلاقي ان مجموع الثلاث حزمات التحفيزيه بيقدر بحوالي 4 تريليون دولار امريكي. ويمكن اخر حزمه تحفيزيه كان وقعها الرئيس دونالد ترامب في ولايه التعهد السابق كان قبل خروج البيت الابيض كان حوالي 900 مليون دولار، ثم جاء بايدن وحارب مع النواب والكونجرس على بدء حزمه تحفيزيه بتقدر 1.9 من 10 تريليون دولار، ويعد كان ليه مكسب الحقيقه مكسب كبير. هذه الحزمه الحقيقه ليها تاثير داخلي وليها تاثير خارجي. اقتصاديا يعني. التاثير الداخلي ان ما فيش قنوات استهلاكيه او قنوات لصرف هذه المبالغ الكبيره. بمعنى؟ كما ذكرت حضرتك يعني النهارده برغم النهارده موضوع البطاله وبسبب جائحه كورونا واغلاق بعض المشروعات وبعض الوظائف، المواطن الامريكي ما عندهوش وسائل لصرف هذه الاموال لان نسبه الاستهلاك زي ما هي، ما فيش استهلاك لاي حاجه، ما فيش قنوات اقدر اصرف منها هذه الاموال. فمن هنا في هناك بعد التخوف ان ممكن الاقتصاد الامريكي يتاثر بهذا الموضوع، على الرغم ان صندوق النقد الدولي صرح او اصدر بيان ان هذه الحزمه التحفيزيه الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه قد تساعد الولايات المتحده الامريكيه في اولى الدول على مستوى العالم بسبب جائحه كورونا. انا لسه مش فاهمه يعني ايه ما فيش قنوات لصرف هذه المساعدات، يعني حضرتك يعني بتقصد البنوك غير يعني غير ليست طرف في هذه الحزمه، ولا يعني حضرتك بتقصد قنوات بشكل ثاني؟ لا يا فندم، خليني اوضح لك الموضوع بمنتهى البساطه. احنا ما زلنا الى الان في حاله اغلاق جزئي لبعض الوظائف وبعض الاعمال، يعني ما زالت البطاله موجوده الى الان في جميع الولايات المتحده الامريكيه. مفهوم. فهذه الاموال نتيجه النهارده ما فيش وظائف وغير النهارده اللي هي اعانات البطاله، الوسائل او قنوات الصرف او الاستهلاك قنوات الصرف من خلال هذه الاموال بالظبط كده، قنوات الاستهلاك من قبل المواطن الامريكي زي ما هي. فعشان كده الاقتصاديين بيقولوا ان ممكن يكون التاثير الداخلي على هذه الاموال ممكن مثلا ينشط قطاع السياحه او ينشط قطاع الاستثمار، لان هناك فائض مالي نتيجه الحزم التحفيزيه اللي تم اصدارها خلال فتره كورونا. في نقطه مهمه جدا ممكن ناخد بالنا منها او نلقي الضوء عليها، اللي بيخلي هذه الحزم التحفيزيه هامه جدا ومؤثره جدا هي الفترات المتقاربه جدا في اصدارها. يعني مش على فترات متباعده، احنا بنتكلم في خلال سنتين تقريبا او اقل من سنتين منذ جائحه كورونا وهذا الفيروس اللعين. فبالتالي هذا التاثير الداخلي، لكن في بعض الاحيان ممكن نقدر نقول ان ممكن قطاع السياحه يقدر يتنشط. بشكل عام يمكن ده برضو اتقال في مؤتمر صحفي خاص برئيسة مجلس النواب الأمريكي وتم سؤالها هل هيتم إصدار حزمة تحفيزية رابعة؟ الحقيقة هي جاوبت إجابة دبلوماسية أو إجابة يعني فيها نوع من أنواع ده بناء على جائحة كورونا في الوقت الحالي ده في الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن يكون ممكن يكون لأ، لكن بشكل عام المبالغ المالية اللي موجودة مع المواطن الأمريكي ده في الولايات الأمريكية هي عنده فائض، وبالتالي ما فيش قنوات استهلاك ممكن بقى استثمرها بعد كده في الصيف ان انا اقدر اسافر، وبالتالي انا هنشط قطاع السياحه ممكن او في البورصه مثلا او انا ما قلت يا فندم في بدايه اللي هو الموضوع كانفستمنت كاستثمار، برضو السوق العقاري ممكن النهارده يبقى معاه مبلغ مالي يقدر ب 20 25000 دولار نتيجه هذه الحزمات التحفيزيه، يقدر النهارده يتقدم على شراء بيت او شراء منزل. ويمكن السوق العقارات الفتره اللي فاتت في ازمه كورونا كان في ازمه كبيره لان المعروض قليل قوي قليل جدا ونسبه الطلبات عاليه جدا على شراء المنازل. اما التاثير الخارجي ودي نقطه مهمه جدا،
انك هتجد يا حضرتك من المتوقع او من خلال منظور اقتصادي هنجد ان الفائض الدولاري عالي. احنا بنتكلم في 4 تريليون دولار، فده ممكن يؤثر بالسلب على الدولار الامريكي لان هناك المعروض كثيرا من صحيح. الدولار الامريكي. وأحب أسأل حضرتك أخيرا في النهاية، تأثيره أيضا على أسعار الذهب عالميا. والله يا فندم احنا الذهب طبعا هو في المقام الأول بيتأثر بعدة عوامل، طبعا هو تأثر بأزمة كورونا، تأثر طبعا من أيام الرئيس السابق والذهب ولايته دونالد ترامب بسبب تغريداته. الذهب في حد ذاته هو يعد ملاذ آمن، يعني يعد ملاذ آمن، وانا هنا بتكلم على الملاذ الامن كفيزيكال يعني كذهب ملموس وليس كتداول. الذهب على مدار التاريخ كله بيشهد ارتفاعات وانخفاضات، هذه الانخفاضات بتعد تصنف في بعض الاحيان انها جني ارباح، تصنف في بعض الاحيان كفنيا او كفي علم اسواق المال ان هو تصحيح، لكن الذهب بشكل عام على مدار الازمنه وعلى مدار التاريخ هنجد ان هو في حاله اتجاه صاعد دائم. نعم طالما وانا اامل ده الحقيقه، يعني لو حضرتك متابعه واكيد متابعه موضوع اللقاحات الخاصه بكورونا وجداول نعم. التطعيم ودفع الرئيس الامريكي جو بايدن ان بيحث دايما المواطنين على اخذ اللقاح، نعم. وده هيساعد على فتح البلد او فتح البيئه بيئه العمل وعدم التخوف بالتزام طبعا بالقواعد الوقائيه والرعايه الطبيه يعني. شكرا جزيلا لمشاركتك شريف خرشد الرئيس التنفيذي لأوكتا للاستشارات المالية، شكرا لك.